فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض الروايات روايات الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم يذود الحوض عن بعض أصحابه. بعض أهل الأهواء يقول إن ذلك دليل على أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا بعد موته وأنهم يطردون من الحوض، فهل ما يذكرونه صحيح؟ يثبت من هو اللي ارتد من أصحاب الرسول، قل له جب لي واحد أثبت أن واحد من أصحاب الرسول ارتد، هذا كذاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله أصحابي أصحابي يعني أتباعه الذين جاءوا من بعد. نعم.